استاذ محمد استاذ تركب المرجحه؟ المرجحه دي انا هركب مرجحه؟ ايوه دي كمان فيها حيوانات؟ لا لا طب دي يا هتطلع فوق ولا حاجه؟ يا ستي هتبقى المستوى ده يعني هتتحرك؟ لا مش هتتحرك هتبقى زي المستوى ما هي كده؟ طير هيبقى المستوى ده طير؟ يعني دي هتبقى كده في المستوى ده اوكي وانت بايع نفسك بس هنا بقى ثواني بس ثواني على مهلك على مهلك سيبها سيبها ما تقعد براحتها بجربها طب يا استاذ محمد ونبي ما تتضايقش بس عشان لا مش متضايق والله ما متضايق بس عشان نخلص طب اضحك والنبي ساند باي اطلع ممكن ما تزق اطلع حجات ايه ده ايه اللي بيطقطق ده يا جماعه ايه اللي بيطقطق مفيش حاجه لا 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 كفايه كده كفايه لا 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 كنت هقع وحياة ربنا كفايه ما تهزروش كفايه يا استاذ محمد لحظه واحده محمد انا خايفه والله لحظه واحده كفايه اثبت كده اثبت كفايه طيب انا سمعت كلام حضرتك ممكن تصورنا بسرعه قول لي بس طب قولوا الديالوج اقول ديالوج ايه ديالوج ايه يا جماعه لو سمحت بعد اذنك لو سمحت بقى بص يا استاذ محمد انا كده بجد ابتديت ادوخ وحياه ربنا مش بهزر انا لحظه واحده اثبت الله ما تثبت في حاجه لا بجد يا استاذ محمد بجد عمالين تحت في لو سمحت بعد اذنك اللي ماسك الواير تحت عمال لو سمحت اثبت مكانك استاذ محمد ممكن اقول لك على حاجه مهمه قول يا حجاج دلوقتي انا حاسس بالواير ده غير امن بالمره لان سامع تكتكه فوق لا ما تخافش بص يا حجاج طلعت حد قبل كده حجاج نعم لفولي هنا ما انا الف ازاي وانا بحواجبي يعني الف ازاي بس كده دي أهو. مسؤوليتي لو سمحت حاضر اتفضل نقول الديالوج اللي هو ايه طب ممكن ايه بقى احنا نسمع طيب ممكن اشرح لك انت فين وكل حاجه بس في طريقنا للقصر ممكن اشرح ايه ممكن اشرح انت في كنت فين آه. واحنا في طريقنا للقصر ممكن اشرح كنت فين واحنا في طريقنا للقصر هو اللي احنا فيه ده طريق القصر قولي هو اللي احنا فيه ده يا ارنوب طريق القصر امال احنا طب في الهباب في الهوا اهو هنكون ايه هو ده طريق امام صلاح سالم احنا هنا في ارنوب في مملكه بلاد العجائب قولي يا حجاج انا احنا في مملكه بلاد العجائب يا أليس بلاد العجائب هي دي بلاد العجائب بلاد العجائب نعم انظري بصي بقى حواليك انظري هي دي بلاد العجائب ايوه يلا نسجل ده نسجل يلا بقى فايف فور ثري تو وان حرك قول يا حجاج ممكن اشرح كل حاجه ليكي واحنا في طريقنا الى القصر ايه ده يا ارنوب هو ده الطريق للقصر طبعا يا حبيبتي امال ده طريق صلاح سالم ان شاء الله هقول لك انظري الى عجائب الدنيا واحنا طائرون في الهواء الله يقويك بالراحه ايه الحاجات دي ايه ده يا استاذ ايه يا ابني يلا ما احنا بنسجل يا استاذ محمد والصوت ده معانا الصوت عالي قوي لا الصوت ما اثناء التسجيل ما يطلعش ثاني على الدور يا محمد بس الواير ايه مش واير ايه شفت مش بقول لك يا استاذ محمد في مشكله في الواير انزل يا ابني انزل انزل يا استاذ محمد ما ينفعش كده والله انا طلعت عشان خاطر حضرتك طب نزلوني لحظه واحده يا حجاج نزلها هي حجاج في ايه علق ازاي يا نهار اسود انزل انت رانيا رندا نزلها بس علق ازاي اثبتي مكانك ايه علق ازاي انا تعالي يا خالد خالد على جنب انت دلوقتي ثانيه بس مالكش دعوه انت يا خالد بس على جنب انت يا خالد مين اللي ماسك ده هو اللي علق خالد خالد ما ينفعش كده يعني ايه كده كويس ما تنزله واتساب فوق
مثله خالد مثله يعني ايه مسعش بقول لك مثله يا نهار اسود يا جماعه يا جماعه الله خالد مالكش دعوه خالد خالد وبعدين يا خالد اقول لك على حاجه هعلقك مكانه دلوقتي من فضلك يا كابتن قول لي ده انا هتصرف يا جماعه انا خالد خد هنا خد هنا خالد شوف هيعمل ايه شوف 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 هيعمل ايه يا بص إيه انت ليه انت ليه بتزقه انت ليه بتزقه شاف ابوه متعلق كده انت بتزقه ليه يا ابني هيسكت يعني مش انا واقف فره مش عيب ده بزق يا ريس بيزق ايه استحمله يا اخي ما انت شايف انا عامل ازاي هو ده بمزاجنا مش مزاجك طب ما انت لازم مش شوف حاجتك انت قبل ما تشتغل بالمكن بتاعك وحضرتك طلعت كويس طلعت كويس ونزلت ازاي ممكن بس تفتح لي ده لو سمحت فركش افتح لي ده وبعدين فركش يا ريس فركش طب حد تنزلني مفيش حاجه بتفصل الباور ده ولا ايه لففني يا ابني بالبتاع ده خالد خالد يا نهار اسود ومنيل الواد هيروح في داهيه خالد خالد مالكش دعوه شيل في ايدك ده شيل شيل في ايدك ده شيل في ايدك ده مالكش دعوه بيها يا ماما مالكش دعوه بيها نزله ينزل بس لو سمحت يا خالد مالكش دعوه بيها ينزل انا قلت لك مالكش دعوه بيها يا ماما سيب راندا ينزل سيب راندا مالكش دعوه اوعى ايدك بس اوعى ايدك اوعى ايدك سيب راندا ينزل سيب راندا شيل اللي في ايدك ده سيب اللي في ايدك هو ايه اللي ولا ولا كده نزلوه خالد خالد خلاص ادي المسدس لانكل نوالي هات هات ده لا إيه صح خلاص 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 انزل حجاج انزل نزله انزل ما هو شغال اهو في مشكله كنا بنهزر وعملنا فيك حته حركه جامده جدا انتوا بتهزروا كل ده؟ اه هاتي بنس عشان اعمل شعري هاتي لا اصل ما ينفعش ما ينفعش كده مش عارف اه حرام عليكي والله العظيم ده انت اللي حرام عليكي انت مش عايزه تتعاملي مع اي حيوان